فاللي يجي عندنا الحمد لله الماعون واحد يشبع، وما يشبع نسوي الماعون ثاني. ذاك الفرع الاول الحمد لله بعد ما صورنا راضي الغد اللي كانوا داعميني بشكل جيد، الحمد لله فتحت الفرع الثاني. الحمد لله احنا قدماء بالشغله، صار لنا من التسعينات كنا براس الجاده قبل، وبعد التحرير فتحنا باب جديد. الحمد لله البصاصيب مالنا كلهم بالموصل، وبصاصيب رقم واحد ذبحهم يومي، لحم راس، روس مال حوالي وروس مال غنم والعصب والبمبار، ونطبخ احنا بطريقتنا الخاصه. والله شغله الباتشا هي شهوه، يعني قبل كانت بس بالشتاء يعني الاقبال عليها، بس حاليا حتى بالصيف يعني العالم تجينا بالصيف الاقبال كلش زين عليها. فاللي يجي عندنا الحمد لله الماعون واحد يشبع، وما يشبع نسوي الماعون ثاني. والله عم فتح الساعه 6 المغرب، وعم ضلي 2 بالليل 1 بالليل، فسهل من رب العالمين، والماعون ب 5000 دينار.